زمان جدا ومش فاكر ميعاد بالظبط. زمان والوصف لو منصف فكنت في سن تمهيدي، سن ما كنت بتعلم أحط التسعة في دماغي أعد الخمسة على إيدي. دخلت القهوة وأنا قلقان وبتعرف على الدخان زفير من خلق متعلقة، هدومهم مش على الموضة وباين فوق جبينهم شقة. لمحني عجوز بيتأمل فنادى عليا وضحكلي، فزادت ركفتي وخوفي وبانت حيرة على شكلي، وقال لي تعالى تعالى أحكي لك حكاوي بعتبرها كنوز، ومش هغصب عليك تسمع فممكن تمشي لما تعوز. عجوز لكن وأنا في سنك ما كنتش بعتبرني عجوز، وقال لي كلامه ما فهمتوش عن الدنيا وإحساسي وعن ناسي، وقال لي إنه كان ناسي حاجات عن ذكريات عاشها وعن قعدة صحاب حلوة ما عادش في مرة يوحشها، وعن نسيانه طعم العيد وقسوة عمره والتجاعيد، وحط الحزن في دماغه وعد الذكريات على إيد. بيشكر علبة الدخان على التصبيرة من خوفه، كأن حاجات كتير أسوأ هتطلع برضه من جوفه، وقال لي إن الحياة حواديت وكل حكاية هتفيدني، وقال لي القعدة على القهوة هتيجي في مرة وتعيدني، تمر سنين تجر سنين يعدي العمر في دقيقة وهكسر حاجز الستين، هكون قاعد عجوز سرحان وحابس دمعي بتخيل، وشوفني قصادي على سهوة وحيد قدامي في القهوة، ولاقي المشهد اتكرر عجوز بينادي على عيني، ولاقي المشهد اتكرر عجوز بينادي على عيني.